كما انطلقت فعاليات دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية في مدينة راس غارب شمال محافظة البحر الأحمر. هذا وأعلن الآلاف من أهالي المحافظة دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. مؤتمر ناجح بكل المقاييس، لان الناس كلها عندها حب لسياده الرئيس، وكله اتكلم من قلبه من جوه، وان شاء الله باذن الله يوم 10 11 12 ده كله ان شاء الله باذن الله في صندوق الانتخاب، لان الناس كلها مبسوطه والناس كلها بتحب سياده الرئيس. احنا جينا النهارده زي ما شفت حضراتكم الحشد الجماهيري، الناس كلها جايه بمحو ارادتها، مفيش حد غصب عليها ان تيجي وتسيب بيوتها، حبا فخامه الرئيس، اولا لدعم فخامه الرئيس لاستمرار الانجازات اللي سيادته عملها. النهارده كنا في عرس احتفائي بالسيد الرئيس لمناسبه انتخاباته في القادمه باذن الله. احنا بندعم السيد الرئيس كحزب وكمواطنين في راس غارب. بنعلن انطلاق مؤتمر رئاسي لحزب مستقبل الوطن لدعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه قادمه. طبعا انتوا حضراتكم شفتوا الحشد كبير من اهالي وقبائل محافظه البحر الاحمر بيأيدوا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه قادمه. النهارده حاجه مفرحه، لاول مره نشوف غارب على قلب رجل واحد، رجل توحد اتفقوا عليه جميع المدينه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهارده ان شاء الله بنعلن تأييدنا وبناشد جميع شباب مدينه راس غارب بصفه خاصه وشباب شباب محافظه البحر الاحمر يوم 10 و11 و12 ننزل نقول كلمتنا، لان بشبابها تحيا مصر. دي النهارده اولى المؤتمرات الجماهيرية الكبيرة لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البحر الأحمر بمدينة الغردقة، مدينة البترول، قلعة الصناعات اللي بتشهد إنجازات كبيرة جدا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فإحنا كلنا بهيئاتنا بالقبائل بالعائلات جميع أطياف الشعب وأهالينا بالبحر الأحمر خلف القيادة السياسية والسيد الرئيس.